ولمزيد من النقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان معنا من بيروت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. مرحبا بك معنا. أهلا، مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور. عادت الكهرباء وهي شكل من أشكال الأزمة بعد أقل من يومين من الانقطاع مع وعود من ميقاتي بتسديد الديون، ما مدى القدرة على الوفاء بوعوده؟ سيدي، نحن إذا نظام سياسي في طور الانهيار، نحن يعني نستجير من الرمضاء بالنار. نحن لا يمكن يعني أن نرجو خيرا من لا هذه الحكومة ولا من غيرها ينتجها هذا النظام لكي يعني تعالج مشاكل الناس. نحن نعاني من فساد الحقيقة، فساد أنظومي، يعني هذا ما نسميه باللغة الإنجليزية، يعني systemic corruption. هذا الفساد الأنظومي جزء منه يتعلق بالقوانين والأنظمة، وجزء آخر منه هو إرادي. الحقيقة هو إرادي، هو ناجم عن صلف وعن 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 طمع وعن توحش هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي امتصت دم الناس وما بقي في هذا الجسم من دم لكي يعني تقتات عليه. فهي يعني تمننا بحلول ترقيعية من هنا وهناك. هذه الدولة جفت في عروقها الدماء، ونحن نرى بأنه لا يمكن لها أن تعطي حلا لأزماتنا العميقة. ولذلك ينبغي فعلا، وحان الأوان وقد تأخرنا كثيرا، لكي نستبدل ليس فقط هذه الطبقة الحاكمة بطبقة أخرى ينتجها النظام، ولكن بنظام جديد ينتج طبقة سياسية يعني تستجيب لتطلعات الناس. نعم. في ذات الوقت هناك وعود قدمها حزب الله سابقا بدعم لبنان بالوقود والطاقة من إيران إذا استلزم الأمر، ألا يستلزم الأمر تدخلا من حزب الله الآن؟ يا سيدي، نحن يعني بلد مجتمع يعني علم الناس الحرف، ونحن شعب يعني شعب نور شع على 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 كل أرجاء الكون. فحولتنا الطبقة السياسية إلى 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 مجتمع متسول، وحولت الدولة إلى دولة متسولة. هذا يريد أن يمن علينا بماذا؟ لا أدري بماذا. والدولة الأخرى، نحن نريد فقط أن يرفعوا أيديهم عن هذه الدولة ويتركوا يعني الناس الأخيار يقودون شؤونها ويحققون لها استقلالها، وتصبح هي التي تعطي وليست هي التي تتسول. نقطة على السطر، نحن لسنا بحاجة لمساعدة أحد عندما نكون قادرين على حل شؤوننا بأنفسنا. هذه المساعدات تزيد من تبعية المجتمع وتبعية الدولة. نعم. إلى الدول الخارجية، وما نحن في التيه الذي نحن فيه إلا لأن هذا النظام الإقليمي وهذا النظام الدولي هو نظام فاشل، وهو نظام جشع وتوسعي وطماع يطمع بمزيد من التوسع والسيطرة ووضع اليد على 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 العباد. نعم. والبلاد. لكن دكتور نحن. نعم. نرفض هذه السياسات. نعم. التسولية جملة وتفصيلا. دكتور وليد، كيف يتعايش الشارع اللبناني مع هذه الأزمات، أزمة تلو الأخرى، وهناك أزمات أيضا، يعني هناك مهارة في صناعة الأزمات كما جرى في قانون المدخرات الخاصة باللبنانيين، يعني حتى الشخص الذي لديه أموال يمنع من الحصول عليها من البنوك. سيدي، نحن طبعا هناك بين مزدوجين صمامات أمان في هذا المجتمع، بين مزدوجين أنا أقول، يعني هذا المجتمع أصبح عدة مجتمعات. يعني أولا هناك المجتمع الذي يعمل في الخارج، والذي طبعا مداخله جزء منها يحولها إلى الداخل، وهناك طبعا الاغتراب اللبناني المنتشر الذي أيضا يساعد، وهناك منظمات دولية أيضا تحاول أيضا أن تساعد. ولكن المشكلة اليوم، المشكلة أن هناك فعلا مجتمعان.
مجتمعين كبيران، عندك القطاع الخاص هو مجتمع، أو عندك القطاع العام الذي يضم أكثر من 350 ألف موظف، يعني ما يقارب أو معدل وسطي أكثر من 1.5 مليون لبناني، يعني تقريبا يعني 30% من الشعب اللبناني يموت يتضور جوعا، وهم يتعاطون معه كأنه ابن جارية وليس مواطن له حقوقه. هذا المجتمع الذي يسمى القطاع العام، هذا القطاع أصبح يعني بكل مؤسساته معطلا. يعني أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل لأقول لك أن نحن الشؤون العقارية عندنا معطلة، الشؤون المتعلقة بتسجيل السيارات معطلة، القطاع العام بكافة، يعني نحن بحالة فعلا بحالة من الانهيار، نحن في حالة ونحن مستمرون ليس بذكاء هذه الحكومة، نحن مستمرون بفضل تضحيات هؤلاء الناس الجنود المجهولين الذين يعطونا ولا يأخذون، والذين لا زالوا متمسكين بهذا البلد ويعيشون على أمل أن يكون غدا أفضل من اليوم. لكن دكتور، بحسب خبراء اقتصاديين وسياسيين قالوا بأن لبنان يقترب من الارتطام الكبير والفوضى الشاملة، ما تفضلت به قد لا يكون كفيلا باستمرار الوضع على ما هو عليه، يعني في النهاية للناس قدرة على الاحتمال والأوضاع قد تفلت من أيدي الحكماء. طبعا يعني نحن في حالة ارتطام، نحن في حالة ارتطام، ولكن كما قلت يعني بين مزدوجين، يعني صمامات الأمان، يعني زعماء الطوائف والأحزاب السياسية الحاكمة طبعا هي لديها طبعا إمكانات توظفها من أجل امتصاص غضب الناس لديها، هذا يمنع الحقيقة من يعني تحول هذه النقمة إلى حالة اعتراضية جماهيرية في الشارع، وهذا هذا من نحو آخر. يا سيدي، نحن عندما نحن اختبرنا ونحن بثورة 17 تشرين، الحقيقة وأنا يعني معني بالموضوع كوني أنا مؤسس لحركة فاعلة في هذه الثورة، حركة الثورة بلا حدود، نحن عندما كنا ننزل يعني نكون في الشارع، يعني تصبح يعني بيننا القوى الأمنية والقوى العسكرية كلها، وتصبح أنت يعني معزول السلاح، غير قادر على تحقيق أي فعالية، والآلاف من المتظاهرين ومن السائرين تم توقيفهم، والكثير منهم يعني ماتوا شهداء، وبعضهم خسروا فقدوا أعينهم في الصراع مع السلطة، ونحن لا نريد أن نعسكر هذه الثورة، نحن نريد أن نحقق التغيير الديمقراطي، ولكن مع طبقة فاجرة مجرمة من هذا النوع الحقيقة، يعني نحن لم يبقى لنا سوى أن نستجير بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الملجأ الأول والأخير بلا شك. لكن دكتور، في النهاية في دقيقة واحدة لو سمحت، إلى أي مدى ترى بأن الوضع القائم الآن هو أقرب ما يكون لثورة شعبية حقيقية ضد هذه الطبقة التي وصفتها بالفاسدة؟ كل العوامل الموضوعية الحقيقة متوفرة لكي هذه الثورة تستعيد حيويتها الحقيقة. هلا هناك مشكلة بالعوامل الحقيقة الذاتية التي تتعلق بالجسم الثوري، وهذا أمر حقيقة بحاجة إلى معالجة، ولكن عندما يجتمع العاملان الموضوعي والذاتي، يعني سوف طبعا نرى الناس طبعا حسودا في الميادين في كل مكان، وأنا يعني أتوقع الحقيقة، أتوقع أن لا يطول بنا الزمن لكي نرى هذا المشهد من جديد، ونرجو بأن تكون هذه المرة مرة نهائية لكل المرات، حيث يتم فيها التغيير الحقيقي الذي ننشده، تغيير النظام وتغيير المنظومة السياسية. شكرا جزيلا لك دكتور وليد الأيوبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية.